هسه ما معروفه. اول شيء الحكومه هاي بعدها جديده، يعني عمرها ايام، فما تقدر تحكم عليها، ما تقدر. بس انا اشوف هذا الكاظمي شويه متسرع يعني بقراراته، شويه متسرع مو هواي. بالنسبه لعدنان درجال رجل بمكان مناسب. الباقيين ما تنعرف عنهم هسه، ما طول جايبين من نفس المؤسسه، مو مثل قبل كان يجيب محاصص يجيب من غير مؤسسه. هذا من المؤسسة يعمل يعرف المؤسسة، مو يجيب لواحد أنا مو من الموضوع. أبو الأمانة يسلم وزارة الصحة هذا شيء ما يصير، عرفت؟ لو أبو الصحة يسلم الداخلية هذا ما يصير، وإن شاء الله تبشر بخير. والله إحنا إن شاء الله نأمل هاي الحكومة الجديدة تلبي طموحات المواطن العراقي وطموحات الشاب العراقي اللي لطالما ضحى. وبعدين الحكومة هي يعني قبلش كم يوم تشكلت، وان شاء الله نطمح بالخطوات اللي اتخذها مصطفى الكاظمي، ان شاء الله تطمح. والله انا هسه كمواطن الحكومات السابقه كلها ما جاي تمثلني، لان ما شفنا شيء انه ارتقى الطموح الشاب العراقي، ودائما ما صارت تعرقلات صارت بالعمليه السياسيه، فما جاي نشوف اكو حكومه مثلتنا. من 2003 لحد الان ماكو حكومه مثلت الشاب العراقي، على أمل أنه هاي الحكومة تمثلنا وتطلع طموحات الشاب العراقي.